امبارح كابتن جهاد جريشة كتب بوست على الفيسبوك أبدى فيه كثير من الغضب، كثير من الغضب. الحكاية وهفهمها منه أكتر بعد لحظات، إنه في زي كورس كده بيتعمل للحكام الدوليين، اللي بعد انتهاء الكورس دوت بتبقى بعديه محاضر دولي، فلازم تاخد الكورس ده عشان تبقى محاضر دولي. ده حسب فهمه او حسب ما فهمت البوست. هفهم من الكابتن جهاد جريشه الان خبيرنا التحكيمي الكبير. يا كابتن جهاد منور. كريم مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. مساء الفل. انا الاول بس عايز افهم الحكايه عشان ما فهمتهاش بصراحه من البوست، وتفهمها كمان للساده المشاهدين سبب غضبك الشديد اللي كان باين امبارح. بص يا كريم، بمنتهى البساطه، انا الكورس ده انا عارف بيه من ثلاث شهور او اربع شهور. وبالتالي عملت ميل لفيفا ريفرينج اللي انا متعامل معاهم على طول، لجنه حكام الاتحاد الدولي. فقلت لهم انا جهاد جريشه اللي شاركت كاس العالم، وبعت السي في بتاعي عشان افكرهم بيا، وانا مهتم ان انا موجود في كورس الفيفا الفطور اللي موجود في شهر 6. ما كانش لسه اتحدد المكان بتاعه. يعني كان موجود فطور في شهر 6 بس مش عارف هيروح فين. هو بالصدفه البحث جه مصر. فبعت انا ده، وبعد ما بعت الناس ردت عليا ان احنا انت حكم، كنت حكم كبير بعد ما تشوف السي في بتاعي، وهنستفيد منك عشان ممكن تتعلم الحكام الصغيرين وان شاء الله تبقى موجود في الكورس. تمام. اوتوماتيك رحت محول الدفه للاستاذ جمال علام على الواتس بتاعه، بعت له درست الاتحاد المصري لكره القدم، قلت له يا استاذ جمال انا عملت تواصل مع الاتحاد الدولي، حصل كذا كذا كذا، وبعدين اتمنى لما يجي حاجه زي كده حضرتك تدعمني كاتحاد مصر. الراجل مشكور، قال لي طبعا يا كابتن ومعاك ومش مشكله، ده على الواتس رساله ورد عليها الراجل بمنتهى الاحترام. تمام. خلاص ده كان ده من ثلاث شهور. تمام. وجيت امبارح ان زمايلي طبعا معايا حكام كاس عالم 2018، ومنهم ناس في الطاقم بتاعي ومنهم ناس بره الطاقم بتاعي، ناس زمايلي. فجالهم اللي طبعا متواصلين مع بعض طول الوقت، فجالهم الميل من الاتحاد الدولي بالمشاركه واسامي المشاركين وبعتوا لي. جريش انت لسه مش موجود في المعسكر. طبعا انا جاني جنوني. طبعا. ده الراجل مأكد عليا في الاتحاد الدولي ان انا جاي وموجود والقصه دي كلها. فشفت الاسامي لقيت من مصر موجود احمد ابو العلا ومحمد ابو قاطر، واحد تكنيكال لان انا شغلي تكنيكال، ومحمد ابو قاطر موجود كمحاضر بدني. تمام. فروحت متواصل راجع للراجل تاني بتاع الاتحاد الدولي، معايا التليفون بتاعه، فبعت له رساله بمنتهى البساطه، قلت له انا دلوقتي حضرتك قلت لي ان انا موجود في المعسكر، ايه اللي حصل عشان مش موجود في المعسكر؟ قال لي انا كاتحاد دولي او اتحاد افريقي معاك وسبورت ليك، لكن الاتحاد بلدك هو اللي ما دعمكش. وبعت لي الرسالتين اللي انا صورتهم على 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 الفيسبوك بتاعي، ان هو تواصل مع حد من لجنه الحكام عندنا في مصر، فجريشه ما يجيش ليه او ما يجيش موجود معانا ليه؟ فهو الراجل رد عليه اللي موجود في الاتحاد المصري في لجنه الحكام، عشان بس ما اظلمش الاتحاد، في لجنه الحكام رد عليه قال له لا، جريشه بيشتغل في التلفزيون كمحلل، وجريشه مش موجود معانا كراجل شغال في لجنه الحكام المصريه، وبالتالي هو مش مؤهل ان يروح المعسكر ده. الكلام كله يعني معلش يعني مع احترامي اللي قاله ما يعرفش يعني دي مش معايير خالص ممكن تمنعني من معسكر فيفا. ما كنت ده انا كنت لسه هسالك، هو معنى ان انت بتحلل تحكيم ده ما يخلكش تبقى محاضر في الفيفا؟ ما انا اعتقد ده احنا عندنا ده كل المحللين الحكام اللي في مصر محاضرين في الفيفا يعني عادي. ما لا 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 انا اقول لك حاجه ثانيه كمان، الكابتن جمال الشريف هو بيحلل في بين سبورت، راح معسكر الفيفا وبقى محاضر في الفيفا وهو بيحلل في بين سبورت. حاجه ثانيه ان مش كل الناس اللي رايحه 52 واحد مشارك في المعسكر من افريقيا، مش كل الناس اللي رايحه شغالين في التحكيم في بلادهم. انت قلت سببين مش موجودين اساسا. فسببين يعني طبعا ده لما تصد رد ده للمسؤول عن المعسكر او مسؤول عن الكورس ده في الفيفا، فمعناها ان اتحادك ما بيدعمكش، مش سبورت ليك. وبالتالي ده كان سبب الاستبعاد. الاستاذ جمال علام مشكورا كلمني، والدكتور ايهاب القومي مشكورا كلمني. الاستاذ جمال قال لي انت ما انت يا كابتن جاد اسمك ما اتبعتش واتشال، انت اصلا اسمك ما جالناش. قلت له يا استاذ جمال ما هو القصه اتشال قبل ما يجي لك. الحوار ده حصل قبل ما الاسامي تنزل والميل يتبعت من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري. وبالتالي يا استاذ جمال اللي اتدخل ده اتدخل من لجنه الحكام المصريه، هدفه الوحيد ان انا يتم استبعادي ويخش هو مكاني. ده بمنتهى البساطه يعني. فقلت له يا استاذ جمال انا ليه حق عند حضرتك. يعني ثواني بس قبل ما تكملي. الاتحاد المصري لكره القدم فانا عايز حقي اكتر ولا اقل من كده. الدكتور ايهاب مشكورا القومي قال لك انت ليك حق، والاستاذ جمال قال لك حق، والناس بصراحه اتكلموا معايا بمنتهى الاحترام، انا ما اقدرش انكر ده. وكلمت الباشمهندس انا وريد عرفته، يا باشمهندس ما ينفعش حضرتك تبقى موجود في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وما اخدش حقي. برضه تواصلت مع الراجل، فالكلام او الوعد اللي اتقال
ان شاء الله هنبعت اسمك ملحق للموضوع في مصر وفي ناس ثانيه كمان ممكن نبعت اساميهم معاك، يبقى في واحد واثنين وثلاثه واربعه. عايز اضيف حاجه كريم بس اللي مزعلني في الموضوع كمان، ان احمد ابو العيله اللي اسمه رايح ده اساسا محاضر في الاتحاد الدولي، يعني الكورس ده اخده قبل كده، فانت رايح تاني عشان تمنع فرصه عن مصر يزيد بقى محاضر واحد دولي كمان، فده شيء غير مقبول. يعني ده اللي برضه قلته للاستاذ جمال، يعني ده معناها ان انت بتمنع كمان واحد يضاف كمحاضر اتحاد دولي في مصر. ايوه طب انا ايه يا كابتن جهاد، بس افهم بس انا ايه اللي خليني اروح اخد الكورس ده تاني وانا اخدته قبل كده؟ الاستفاده ان جهاد ما يروحش او ما يطلعش كادر تاني يبقى موجود من مصر. وده غير مقبول يا كريم، انا بكلمك بمنتهى الامانه غير مقبول. وبعدين علشان تكون عارف برضه، عشان برضه اوضح للناس، الكادر ده عشان تاخد الكورس ده عشان تبقى محاضر، ده بيدخلك بعد كده انت لو جيت لجنه حكام في الكاف او اي ترشيح في اي حاجه لازم تبقى محاضر اساسا في الاتحاد الدولي عشان يتم ترشيحك، فتترشح ليه؟ لا نقضي عليك من الاول وما تبقاش موجود كمحاضر عشان ما ينفعش اسمك ينطرح في اي حاجه بعد كده. ليه بقى؟ ده الاساس. ما هو ده الاساس في الموضوع، ان الناس اللي موجوده في الكاف مش عايزه حد تاني يبقى موجود زيهم في الكاف، او يبقى وقت من الاوقات مرشح يبقى موجود في الكاف، فممنعك تبقى محاضر دولي من الاساس عشان ما تبقاش اسمك يطرح تبقى موجود معانا في الكاف او تنافسنا على الكرسي اللي احنا قاعدين عليه في الكاف. ده الكاف. انت حضرتك كابتن جهاد بتقول لي الكاف، كابتن جهاد بس عشان اسمع، انت بتقول لي الكاف صح، الاتحاد الافريقي، انا سامع صح؟ طب مين عندنا من مصر في الكاف؟ كابتن عصام عبد الفتاح موجود من مصر في الكاف. فانت بتقول ان كابتن عصام هو اللي عامل كده. طبعا له دور اكيد. له دور. انا في الاخر بكلمك، والله انا بتكلم عن اللي عمل الكلام ده واحد في لجنه الحكام المصريه، وقلت اسمه كمان محمد ابو العلا، وهو اللي راح مكاني في الكورس. وبتكلم ان انت لما تاخد الرخصه دي او تبقى موجود كمحاضر زي الراجل بتاع جنوب افريقيا اللي لسه مخلص امبارح كاس عالم، فيكتور جوميز، راح من ثلاث شهور خد نفس الكورس ده في اسبانيا، والنهارده جاي اسمه في كورس بتاع مصر ده كمحاضر بعد ثلاث شهور مباشره الاتحاد الدولي يعتمد عليه. فانت انت ليه تمنع فرصه على حكم عندك راح كاس عالم وراح خمسه كاس امم وراح اولمبياد ومثل مصر بصوره محترمه، ليه تمنعه يروح ياخد الفرصه دي ويبقى محاضر دولي، تزود محاضرين مصر الدوليين محاضر ويبقى موجود في الساحه معاك، ايه المشكله لما يروح وياخد الفرصه دي؟ الموضوع من الاول للاخر يا كريم حاجه استفزتني جدا، وبالتالي انا طلعت هاجمت وطلعت اتكلمت. يا جماعه ما ينفعش في مصر، في دوله كبيره زي مصر، صح، يحصل اللي بيحصل ده. طيب كابتن جهاد، انا تحكيم وتطوير تحكيم، فده ما ينفعش باي حال من الاحوال. وانت قلت ان انت حصلت على وعد انك هتبقى موجود ان شاء الله. والله يا استاذ جمال علام مشكورا، قال لي انا هبعت الاسامي يا كابتن، والدكتور ايهاب الكومي نفس الكلام، اتمنى ان شاء الله ده يحصل، ولما يحصل اول واحد اشكرهم واشكر الاتحاد المصري بالكامل، لو ما حصلش هيرجع لي حقي. ولو ما حصلش هقول ما حصلش وانا حقي اتاخد مني. هقول على فكره كريم، انا ما عنديش مشكله، انا بتكلم احنا في دوله فيها حريه فيها ديمقراطيه، كل واحد يقول حقه يقول رايه، ولما يكون لك حق طالب بيه واوصل بيه لابعد مدى فده حقك، محدش يقدر يمنعك من حقك. وحقك ده على فكره مرتبط باسم مصر، صح، لان انت مثلت قبل كده مصر، ولما تبقى محاضر دولي قبل ما تقل اسم جهاد جريشه هتقل المحاضر المصري جهاد جريشه، فاسم مصر هيبقى مرتبط بيك طول الوقت. صحيح، فده صحيح. مهم. صحيح كابتن جهاد. طيب في جزئيه اخرى بعيد عن هذه الجزئيه، اسالك على الكابتن معتز ابراهيم الحكم الليبي اللي كلفه الكاف باداره مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، رايك ايه في هذا الحكم؟ بص، هو معتز المفارقه بقى هقولها عندك، ما حدش هيقول الكلام ده عندك، المفارقه ان الماتش ده فيه اثنين ولاد حكام دوليين سابقين. معتز الشلماني ابن عبد الحكيم الشلماني الحاكم الدولي الكبير اللي هو حاليا رئيس الاتحاد الليبي، والفار اللي معاه هيثم قرات ابن هشام قرات الحاكم الدولي التونسي الكبير. فبتتكلم ولاد اثنين حكام كبار، هم دلوقتي حاكمين ماشيين بصوره محترمه جدا، واتمنى لهم النجاح لانهم فعلا ماشيين الاثنين، سواء حكم الساحه معتز او هشام، ماشيين بصوره محترمه جدا في الاتحاد الافريقي، اتمنى لهم التوفيق، واتمنى ان شاء الله ينجحوا في المباراه بصوره محترمه، يدي كل فريق حقه ويخرجوا مشرفين التحكيم الافريقي والتحكيم المصري ان شاء الله، العرب ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وطبعا وكالعاده للكابتن احمد ابو العلا حق الرد، وللكابتن عصام عبد الفتاح ايضا حق الرد، بما ان اسماءهما ذكرت في هذه المداخله، والكابتن جهاد جريشه اتهمهم ان هم اللي ابعدوه عن هذا الكورس المؤهل للمحاضر كمحاضر في الفيفا، ولهم طبعا حق الرد في اي لحظه، وبدأوا زملائي كمان ان هم يحاولوا يتواصلوا معاهم لو
يخشوا معانا يردوا على هذا الأمر.